إنها القاهرة. حط بدوي نجد الجاسر رحاله في القاهرة عام 1939، في وقت كانت البعثة السعودية لا تدرس طلابها إلا في كليات الأزهر أو دار العلوم، لكن الجاسر كانت له رغبة أخرى، فقد كان يقرأ لأعلام الفكر المصري من مثقفين وأدباء، ويسمع عن كلية الآداب في جامعة الملك فؤاد، وهي جامعة القاهرة حالياً التي كان عميدها طه حسين أشهر مثقف عربي وقت ذاك. من طلاب الجامعة وأساتذتها وموظفيها التقى حمد الجاسر بطه حسين لأول مرة في فيلته الراقية في حي الزمالك، وكان لقاءً للطالب مع معلمه قبل أن تتحول العلاقة بينهما إلى صداقة في مجمع اللغة العربية في القاهرة، والذي أصبح الجاسر عضواً فيه فيما بعد، وقبل أن يعلن طه حسين في أحد جلسات المجمع بأن حمد الجاسر حجة في الجزيرة العربية. جلس الجاسر بين يدي طه حسين شارحاً له موضوعه، طالباً منه السماح بالدراسة في كلية الآداب، فسأله حسين عن قراءاته في الأدب العربي القديم والحديث، ثم أعطاه ورقة عرضها على الجامعة ليدخل بدوي نجد اختبار القبول وينجح فيه ويصبح طالباً في كلية الآداب بجامعة الملك فؤاد. كان يبدو أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ له هذه الرحلة لكي تكتمل المعارف التي حصلها في بلده بما كانت تمثله مصر في ذلك العصر من مركز ثقافي مهم للكتب وللمخطوطات وللنقاش.